مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي كثير حلو، لاي اخت حابه تعمل ماسك للكلف لتخفيف الكلف من البشره، هاي الطريقه رائعه جدا وان شاء الله بتجيب معاكم افضل النتائج. بس مع الاستمرار لازم صاحبات الكلف دائما ادخلي على قناتي، عندي كثير ماسكات للكلف. انت مو تجربي هذا ماسك للكلف، مو تجربي مره ومرتين والسيبيه، لا حبايبي، لازم انت تعملي شو نقول اكثر من ماسك، يعني يا ريت باليوم ماسكين تستعمليه للكلف. يا ريت دائما تعملين تونر للكلف، يعني تعملين تقشير، لازم بين فترة وفترة تعملين تقشير، وهسه علمك طريقة تقشير كتير حلوة. لازم تعملين ماسك يوميا ولو مرة واحدة، لازم يوميا تستعملين تونر للبشرة. أنا اليوم أو بكرة ما بعرف، راقبوني هذه الفترة لأني سجلت فيديوهات كثير عشان بدي أسافر، ما أعرف أول أيام كيف رح يكون وضعي هناك، زين عشان هيك سجلت فيديوهات كثير وراح تنزل، فانتوا راقبوا الفيديوهات تبعتي. راح انزل تونر رائع جدا للكلف، ممكن تستعمليه يوميا هذا للكلف، كثير حلو. بالنسبه حبايبي للتقشير، ممكن تستعملين للتقشير قليل من القهوه مع السكر مع الليمون او الخل، ممكن هيك قهوة سكر زيت زيتون، طيب تخلطيه كله مع بعض، ممكن ليمون او خل، نقاط يعني مش كثير، ما بدي اياه يكون سائل. ممكن هاي الطريقة ولا اروع، راح احكي لكم هسه عنها. راح نستعمل حبايبي هاي الطريقة، طبعا اول عرض وان شاء الله هي تكون على قناتي، وما بدي اياها تروح القناة ثانية، عشان صراحة انا اشوف فيديوهاتي تنشر بمكان ثاني وتجيب مستوى كتير عالي، وقناتي ما بعرف ليش الخوات هيك، مع انه عندي كتير مشترك. مو مشكلة حبايبي، زي ما قلت لكم كل مرة كل واحد ياخذ رزقنا. هون هذا شو قاعد تخلطين يا ام يوسف؟ ما حكيتينا. هذا حبايبي عرق السوس، طبعا افضل طريقة للتقشير البشرة اللي تكون فيها حبايبي كلف هو عرق السوس. عرق السوس من اروع التقشير للبشرة. راح نحط كيف، ما راح نقشر لا بسكر ولا باي شيء، ناخذ عرق السوس هيك حبايبي، وشو بنخلي معاه؟ نخلي معاه قليل من زيت الزيتون، قليل من زيت الزيتون مش كثير، لا يعني لحد ما تشوفيه صار هيك مثل العجينة، قليل من زيت الزيتون هيك، وراح نخلي معاه حبايبي قليل من الشوفان. المعدة شوفان مو ضروري، ما عندك شوفان مو ضروري، ممكن استعمال بديل الشوفان. معلش حبايبي بعدت، اللي ما عندها الشوفان مو ضروري، ممكن في كتير خواتي تقولي ما عندنا شوفان، مو مشكلة، ممكن تستعملين النخالة تبعت الطحين، نخالة الطحين وموجودة ومتوفرة بكل بلد، نخالة الطحين. راح ناخذ ملعقة وسط من نخالة الطحين وراح نخلطها حبايبي هيك، راح نضيف لها قليل من الماء الورد، قليل من ماء الورد حبايبي، وراح نخلط كويس. راح نبلش نخلط، طبعا هذا التقشير ولا اروع. شوفوا جمعنا فيه، حطينا فيه النخالة او الشوفان، خلينا فيه العرق السوس، وخلينا زيت الزيتون، ممكن اي زيت انت حابه، زيت اللوز رائع جدا، زيت اللوز ممكن تستعملين زيت جوز الهند كمان كتير حلو حبايبي. بعد ما سويتيه هيك وانتو شايفين انا كيف سويته، ما عملته كتير سائل، هيك عملته طلعوا، وراح نبدي هيك ندلك فيه بشرتنا، ندلك المكان اللي فيه عندنا شلون نقول عندنا فيه
تصبغات، حتى لو ما كان عندك تصبغات حاولي ظلي هيك اعملي، دلكي فيه كتير كويس بشرتك، وسيبي بعديها على بشرتك مو اقل من 15-20 دقيقة زي ما انتو شايفين حبايبي، وخليه ادعكي في بشرتك من يعني 5 دقائق، وبعديها سيبيه على بشرتك مو اقل حبايبي من زي قلت لكم 20 دقيقة لحد ما ينشف. بس نشف غسلي وجهك وشوفي وجهك قديش جميل وخالي ان شاء الله من جميع التصبغات وتوحيد لون البشرة. اما هسه وصفتي فهي بعيدة عن هيك شيء، رح تكون طبعا حبايبي رح تكون من تقليلك بطاطا، طبعا وسبق وقلت لكم اعملوا بطاطا، تاخذين بطاطا وتسويها هيك، هيو هذه بطاطا عندي ها طلعوا، تخليها على شباك المطبخ، لا تخليها عشان شوفوا هي بتصير شوية سودة، بس لا تخافوا مش كثير هيك اسم طلعوا اسم. شو راح تسوون حبايبي؟ راح تاخذين البطاطا وتحطيها على الشباك، شباك المطبخ من برا اذا عندك شو اسمه، او بالبرندة او بالسطح، بس مكان مو كثير اول اشي الشمس، الشمس تكون عادية يعني مو ظل، شمس عادية. ظلي قلبي فيها، ظلي قلبي فيها، بس شفتي المي بطل يصير فيها، بعديها شو بتسوين؟ حاولي حطي تحتيها فاينة من هذا تبعت الاكل عشان، او ورق، ورق تبعت الفرن عشان حبايبي ما تلزق بالصينية معاكي، فسيبيها وظلي قلبي فيها ورح تحصلين على البطاطا. تقشريها، تقشريها شرائح خفيفة وتحطيها هيك بسمك، يعني شوف السمك اللي عندي مو كلش يعني خفيف، وبعديها حبايبي بس تنشف احتفظي فيها بكيس او بعلبة زي ما انت حابة. هيك انا حبايبي هسه شو راح اسوي؟ راح احاول اخلطها اطحنها بالمطحنة. بعد حبايبي ما طحنتها وزي ما انتو شايفين هذه هي، هذه هي البطاطا بعد ما طحنتها. شو راح اسوي؟ هو طحن كله مرة واحدة، راح اخلي معاها كمان ملعقة تقريبا هيك طلعوا انا شلتها بايدي، ملعقة وسط او كبيرة من عرق السوس، من عرق السوس، لان عرق السوس لازم اذا هسه بحكيكم انا عندي كثير خشن، فراح احاول شوية انعمه، وزي ما انتو شايفين حبايبي انا هون نعمت العرق السوس مع البطاطا العفو، كلها خلطتها مع بعض. هسه حبايبي في طريقة ضروري جدا نعملها، طبعا الخوات اللي عندهم شلون نقول عرق السوس بودرة كتير ما في مشكلة، يسوون البطاطا لحالها وياخذون ملعقة صغيرة من عرق السوس. انا العرق السوس كان عندي شوية خشن وانا حبيته يكون بودرة كتير ناعم، يعني لازم اذا عندك كلش ناعم مو مشكلة حبايبي، تقدرين تاخذين ملعقة صغيرة من عرق السوس، حتى لا زادت لا تخافوا ابدا ما راح يأثر على بشرتك. هون حبايبي زي ما انتم شايفين ملعقة كبيرة من عرق السوس، ملعقة كبيرة من البطاطا، يا ريت الاخت اللي تسجل معايا، ملعقة كبيرة من مطحون البطاطا مع ملعقة صغيرة من عرق السوس، ملعقة كبيرة من مطحون البطاطا البودرة مع ملعقة صغيرة من عرق السوس. راح نسوي كمان معاها نحط حبايبي بطرف الملعقة، مش كثير، بطرف الملعقة الصغيرة من، راح نسوي من الكركم. الكركم حبايبي انا سبق وقلت لكم وارجع اقول وانا مصرة على كلامي، الكركم ما في كركم للبشرة وكركم للجسم، العفو كركم للجسم وكركم للأكل. شو الاختلاف؟ في حبايبي للأكل بيخلطون معاه عصفر، بيخلطون معاه نوبات شنقول كاري. لو أخذتي أنت قلتي للعطار أريده صافي بدون ما تخلط أي إشي لأني حابة أستعمل الجسمي، رح يعطيك إياه صافي، بس من تقولي له للطبخ رح يجي يكون مخلوط، رح يكون مخلوط. راح اورجيكم شغله هسه على السريع بالنسبه للكركم. طبعا زي ما انتم شايفين هذه، طلعوا هذه، هذا حبايبي زي ما انتم شايفين اللي تعرفه الخوات، هذا حبايبي كركم اخضر.
انا هون بعمان بمشي بالبلد ولقيت محل يبيع للافغان والهيك هيك شغلات، فدخلت ولقيت عده الكركم الاخضر، انا جبته وحطيته وهيو شايفين شلون نبت عندي كثير حلو، حتى هي هاي كانت خاص نص للصبار، فهسه احاول بس هذه اشيل الصبار مو اشيلها هي. شفتوا كيف العفو انا زارعه الكركم، طريقته كيف مزروعه عندي. بس احنا مو هذا موضوعنا حبايبي، اخذنا ملعقه من البودره تبعت البطاطا مع ملعقه صغيره من الكركم بطرف الملعقه مع ملعقه من عرق السوس. راح ناخذ حبايبي هسه بس بياض البيض، راح ناخذ بس بياض البيض. طبعا انا ابني مشوشني عشان هيك شايفيني كل ساعة اطلع عن الموضوع، زين اروح علي وارجع اروح علي وارجع وانسى شو قاعدة احكي لانه كتير تعبان حرام. زي ما انتو شايفين رح ناخذ بياض البيض حبايبي، بياض بيضة واحدة او ممكن يكون اقل حسب الخفق، انا راح اخفقها ونشوف قديش اخذنا من البيض. طبعا حبايبي اخذت بياض بيضة واحدة كاملة، وزي ما انتم شايفين كيف انا سويته كتير حلو. هون راح نضيف له زيت الاختياري، زيت اللوز المر او الحلو، زيت بذور العنب، زيت الرمان، زيت فيتامين اي كمان ممكن تحطيه عليه. شو راح تسوين؟ راح تاخذيه وتحطيه على كل البشره، اول اشي زي ما عودتكم نضل نفرك فيه على البشره بالكامل، بعد ما فركناه على بشرتنا نغسله من الوجه تبعتنا. حبايبي اول اشي نفرك فيه، وبعدين شو مسوي؟ نحط طبقه ثانيه، وبعدين نسيبه على بشرتنا لحد ما ينشف، بس ينشف بنغسله من بشرتنا كالمعتاد زي ما احنا متعودين نغسل بشرتنا، ونرش بشرتنا بالتونر اللي راح نعمله ان شاء الله. اي تونر انت كمان عندك مشتريته او عاملته من قناتي ما في اي مشكله. هذا هو حبايبي اليوم الفيديو تبعي، اتمنى انه ينال رضا الجميع، واتمنى منكم حبايبي انكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي رجائي انكم تدعسوا الجرس وتكملوا الفيديو للاخير عشان تاخذوا افضل النتائج كمان بالنسبه لمتابعه الفيديو للاخير. ومع السلامه.